تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحترام. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع السادة، مرحب بكل الشباب والشابات، مرحب بكل من يشاهد هذا البث المباشر داخل وخارج الوطن الكريم. الأحداث كثيرة، الكلام كثير، يعني ما شاء الله الدوامة بتاعت الأحداث متلاحقة يعني بشكل كبير. أهلا حسن الحاج، مرحب حمزة عبد الله، وأهلا حسن الشهري، مرحب بك، مرحب بشير عثمان فبراير كلينتون، مرحب بك. أهلا عبد الرحمن حسن وأيمن الطيابي، دي الأول ناس علقوا. أوه عاطف الكتالوني، مرحب بك، مرحب جعلي، مرحب متمردة بلا سبب، وكاريكا ومدثر عمر وزول تاني ويوسف أبو ناصر. والتعليقات كثيرة جدا يا جماعة، التعليقات كثيرة شديد، مرحب بكم. ونحن نبتدي البث المباشر يعني هنا على مستوى اللايف. حقيقة يعني الأحداث زي ما قلت في السودان كثيرة جدا. أنا عامل العنوان بتاع اللايف يعني بشكل واضح، اللي هو قحط والسقوط المدوي، وكذلك ايضا موضوع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، وان شاء الله جايين ديل النقطتين يمكن حتكلم عنهم اثناء البث المباشر. اهلا وسهلا ومرحبا بكم كثير الناس اللي فتحتوا البث. يلا كلنا قبل شويه تابع الخطاب بتاع السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، قبل شويه تابع المؤتمر الصحفي بتاعه والحديث في أشياء أو في أشكال عدة من القوالب، وكذلك أيضا يعني ما أعتقد في زول حضر المؤتمر الصحفي توضحت له مشكلة يعني مخاطبة جذور أزمة بشكل حقيقة واعي. يعني ما في شيء واضح يخليني انا اقول والله يا اخي، او شيء فريد كده الليله قاله السيد رئيس الوزراء في الخطاب بتاعه يخلينا نقول والله يا اخي الكلام الليله مهم والله حقيقه كده. صحيح هو الحدث من الاهميه بمكان، الحدث من الاهميه بمكان، لكن زي ما داير اقول دوما الكلام مكرر والجمل معاده والوعودات بتطلق وما في حاجه على ارض الواقع البته، ودي الحاجه اللي بيجي يعاني منها المواطن بشكل كبير جدا وبشكل يومي. يا ريت الناس تعمل اكبر كميه من الشيرات، تعمل اكبر كميه من المشاركات والملصقات واللايكات، اللايك القلب واللايك واللايك ادعمه، ديل اللايكات اللي بيخلوا اللايف يمشي او يثبت قصاد الهجمات. زي ما قلت لكم يا اخواننا الخطاب عادي، يمكن كان فيه توجيه بتاع رسائل برضو لمكونات داخل قحط، اعتقد انه كان في وضوح في الحاجه دي. الخطاب يمكن يتركز على مساله الولاء، على مساله تعيين الولاء والحديث عنهم، ومن ثم اسئله من صحفيين، يعني في اسئله كانت واضحه لم نجد اجابات مباشره عليها بالمناسبه. انا دائما قاعد اقول لك المؤتمر الصحفي البيان اللي كده، يعني دائما انت حاول ركز على الثمره اللي طلعت بها شنو. خلاص يعني اذا كان فقط موضوع سلعتي ولا غيره هو اللي بيحل الازمه، خلاص يعني الليله السيد عبد الله حمدوك بيتكلم لنا عن انه في المؤتمر الصحفي انه والله البرنامج بتاع سلعتي وبرنامج التعاونيات اسهم يعني جدا، الناس بتقول الصوت واطي تقريبا. بيتكلم السيد رئيس الوزراء عن انه برنامج سلعتي والتعاونيات اسهم اسهام كبير جدا في محاربه الغلاء ومحاربه السلع يعني الغاليه وكده. انا اعتقد انه يعني ده كلام غريب يا اخوانا، ده كلام غريب. يعني هي الاسعار دي كانت دايره تمشي توصل كم؟ يعني كانت العيشه ماشيه مثلا ب 20 جنيه، انتوا ببرنامج سلعتي والتعاونيات يعني قللتوها بقيتوها لنا بجنيهين وبثلاثه وبخمسه وبعشره زي ما في الجنينه، كويس وفي نياله، ولا الحكايه شنو؟ نحن دايرين نعرف النقطه دي. كان في كلام هنا ما واضح، في كلام ما كان مباشر تماما يعني من خلال الحديث، وفي زوغان من الاسئله. كويس، الاسعار الليله راعي الضان في باديه البطانه وفي جميع اتجاهات الخرطوم، الليله كان سالته قلت له الاسعار هو عارفه،
هو عارف انه في 15,000 يدفع عشان يجيب خروف في العيد، 20,000 في زول عارف انه عشان داير له 100 جنيه عشان يمشي يجيب له كيلو بتاع سكر، داير له 120 و140 عشان يمشي يجيب له رطل بتاع زيت. في معاناه حقيقيه بالنسبه للمواطن، ودي من الاسباب اللي قد تقتلع حمدوك وحكومته عادي جدا، خلاص من الاسباب اللي قد تؤدي لاقتلاع حمدوك عادي جدا. لانه المواطن ده، شوف في النهايه المواطن ده جابك عنده برنامج معين، واحد اثنين ثلاثه برنامج الاحزاب عليك الله، لا بودي لا بجيب، ده ما في شغال بيه. ولكن الشعب ده داير يشوف في صحه، داير يشوف في تعليم، داير يشوف في خدمات، في مواصلات، في كده كويس. المواطن ده ما جابك عشان تتكلم له عن الثوره العظيمه، الثوره العظيمه خير من حكاها لنا الشهداء، فهمت؟ الشعب ده ما جابك عشان تحكي له عن انه الشعب قدم ثوره تاريخيه، عارفين عارفين ما هي، انت جيت بها رئيس وزراء يعني. فانا قاعد اقول لك دائما سياسيين انا ما بناقشوا القضايا الحقيقيه، ما بناقشوا، ما بخاطبوا الجوهر بتاع القضيه باي شكل من الاشكال، لازم يكون الكلام معمم ولازم الكلام يكون ملتوي وكده. فما انا ما اعرف المحاربه اللي بيتكلم عنها السيد رئيس الوزراء بالنسبه للغلاء، وانه اسهم بشكل كبير جدا. اخواننا انا زول مستقل، لا عندي تنظيم، لا مايل لده لا لده، فلست من انصار شكرا حمدوك، ولست من انصار الشيطان المطلقه، فهمت؟ طيب ما اعرف الصوت عندكم وضوحه قدر شنو يا جماعه، لكن الصوت واضح، كثروا معانا المشاركات، الصوت لو واضح يا ريت اي زول بيسمعنا الان اعمل معانا شير، اعمل معانا ملصقات. طيب الولاء سمعناه يعني مثلا الليله جاب لك والي، طبعا الولايات كثيره كويس، مثلا والي شمال دارفور، يعني والي شمال دارفور محمد الحسن عربي اللي هو من نقابة المحامين ومن التجمع بتاع المحامين داخل تجمع المهنيين، التحالف بتاع المحامين كويس، وهو شغال شغل يعني خطير جدا، استطاع انه يصل الان يعين كمنصب، يعين كوالي لمنصب انه يكون يعني والي شمال دارفور. طيب في زول عرف محمد الحسن عربي وصل للمستوى دي، يعني المستوى ده او وصل للمنصب ده بأي طريقه، او عمل شنو عشان يوصل للحته دي؟ خلاص هل في اي اسلحه فتاكه او اي اسلحه قذره استخدمت للوصول الى السلطه دي؟ كويس، او الى المكان ده، السيد والي الكوفه كما يطلق عليه، كويس، كيف وصل للمنصب ده؟ وكثيرين جدا، خلاص كثيرين في المناصب ان شاء الله حنجي عليهم. طبعا اذا جيت ظاهريا، اذا جيت ظاهريا الولاة الليله يعني حزب الأمة الكاسب الاكبر، يعني عنده سبعه ولاة كويس، عنده سبعه ولاة من الولاة اللي اتزاعوا ديل، اللي هم ديل من حزب الأمة. مثلا عندك زي اسماعيل فتح الرحمن الوالي بتاع النيل الابيض، ده حزب أمة، ودكتور حامد البشير ابراهيم جنوب كردفان، ده حزب أمة، وايضا موسى مهدي اسحاق ده حزب امه، وعليه اختلاف كبير، حتى كتار من الناس استغربوا جدا عن انه الزول اللي جابوه كيف في المنصب ده. في ايضا صالح محمد صالح، وده ما معلن طبعا، ده ما معلن، ده من الاوراق الخفيه لحزب الامه، صالح محمد صالح ولايه كسله، وايضا حزب الامه عنده حامد عبد الرحمن صالح اللي هو غربي كردفان، وعنده شرقي دارفور الضعين، ويقال ده بتعيين من الدعم السريع اللي هو محمد عيسى عليو، ده من حزب الامه، وعندك غربي دارفور امه برضه محمد عبد الله الدومه. يعني الليله حزب الامه لقى سبعه مقاعد او سبعه مناطق، سبع ولايات. حزب المؤتمر السوداني يمكن محمد حسن عربي اللي هو واليا لشمال دارفور، وعندك ايضا ولايه سنار، يعني الوالي الجديد بتاعه كويس، ولايه سنار جابوا لها اللي هو من المؤتمر السوداني الماحي سليمان الماحي، ولايه النيل الازرق ودوا لها بعثي كويس، بعثي. انا ما اعرف علاقه حزب البعث بولايات السودان عموما شنو، يعني هو والشيوعي هم ما عندهم امتداد هناك بالمناسبه، نازل ولا عندهم قواعد يعني،
كويس الا زول يكون ماشي مثلا جاء جامعه هنا ورجع كويس، وديل ذاته معظمهم برا السودان. فبالتالي جابوا الوالي بعثي خلاص يعني بشكل غريب جدا. الموضوع ده يمكن عامل هنا عندك آمنة محمد دي من الاتحاديين، آمنة محمد اللي هي جات زي ما شفنا، وخالد مصطفى آدم ده أيضا من الاتحاديين كويس، من الناس اللي جابوهم اتحاديين. طيب الخلاصة في الكلام ده بأنه يعني الصراع اللي كان شغال الايام اللي فاتت، واشار رئيس الوزراء قبل شويه لو لاحظتوا في كلامه انه نحن بنتعب بنجتهد كده لانه لابد نتشاور، ولما الموضوع يمشي للحريه والتغيير بيتاخر هناك جدا. ده الكلام اللي ذكره السيد رئيس الوزراء قبل شويه في بدايه يمكن المؤتمر الصحفي. زي ما بقول يا جماعه، زي ما بقول اي زول يعمل معانا يا ريت شير عشان اللايك ما يقطع، الشير اسفل الفيديو بتلقى مكتوب كلمه مشاركه، اضغط عليها عليك الله بتظهر جروبات، شير على الجروبات بتاعتك وعلى صفحتك. ملاحظين انه يعني بعد الجوطه والقومه والقعده والكلام الكثير ده كله، يعني في النهايه عباره عن مناصب توزع للولاء، عبارة عن محاصصات سياسية، ما في أي صدق. حتى حمدوك الليلة قال إنه يا أخي الحكومة وضح النقطة، ونحن من زمان كنا بنجهر في شنو. خلاص الوثيقة الدستورية قال في نقطة إنه التعيين الولاء قال ما تكلمت عنه إلا قال عرضا كده في حتة إنه يكون ما محزب، لكن الآن هو قال يعني أعلن إنه الوثيقة طالما ما أصرت على الحاجة دي. طيب يا دكتور عبد الله حمدوك، الوثيقة دي الأصدر منه؟ الوثيقة دي كتبها منه؟ ما المحامين بتاعينكم بتاعين قول الحرية والتغيير كان وجدي صالح، كان ابتسام السنهوري، كان ساطع الحاج، يعني ما خلاص دي ناسكم انتوا، ساطع الحاج ناصري وديك بعثية، في انت وجدي صالح بعثي، يعني دي ناسكم انتوا في النهاية، دي ما الشعب السوداني، دي الأحزاب هم خدوا الوثيقة الدستورية بما يتماشى مع رضا شمس الدين الكباشي وكده، يعني في انت الشعب ما كان عنده أي علاقة كويس بكتابة الوثيقة الدستورية، بل تم تجهيل الشعب والتعتيم عليه، وللآن الشعب ما عارف الوثيقة الحقيقية من الما حقيقية، لأنه ما في زول بيطلع بيحترم الشعب السوداني من الحكومة أصلا. لو في زول بيحترم الحكومة من الشعب السوداني بيطلع بيقول في خمسة وصايخ، في ثلاثة، في اثنين، ويا هم ديل كويس. نصر الدين عبد الباري تكلم بثعلبة وزير العدل، والياسي سقط سقوط مريع جدا، هو أصبح في مطالبات كبيرة جدا من الشعب السوداني بإقالته بالمناسبة، لأنه الكثير بيجي يشوف أنه هو مستغل من جهات لتفكيك وتخريب وكده، يعني لأنه أقرب مثل لو كان داير يقدم حاجة يعني الليلة كان بيعدل على الأقل الأضواء اللي بيستمدها من القانون الكيزاني والدستور الكيزاني من 2017 اللي بيحكم به وزارة العدل الآن، والكيزان بطلاقة داخل وزارة العدل وداخل المحاكم الدستورية وغيره، ما بيقدر يقول لهم كلمة فهمت إلا يعني يتونس معاهم يضحك، ما عنده أي طريقة تاني كويس. هنا الآن الصراع الشغال ده صراع بتاع مناصب، الشعب ما عنده به أي شغلة كويس، يعني الولاد جبتهم ديل لا في زول من الشعب فرحان بهم، ولا في زول من الشعب السوداني دايرهم، ولا في زول من الشعب السوداني. يعني هسه لو سالت الشارع السوداني ده، الشباب اللي بتلقاهم من محلات الشاي، في المنتزهات، في ميادين الكوره، في الاعتصامات، في الثورات، في اي مكان، لو تعال اسالهم سؤال، تعال قول لهم يا اخي ادوني، هل انتم فرحانين الان بتعيين الولاء؟ ما في زول فرحان بها، ما هي ما بتخدم له قضيه، ما هي ما قاعده ترخص له سعر العيش، هي ما بتحقق له سلام، فهمت؟ انا يعني شنو كان شلت والي عسكري وجبت مدني محزب سياسيا، حزبه قال لي والله ما تجيبه نقوم الراي العام ضدك وما تسوي وكده، فهمت؟ انا داير الكلام بتاعنا يكون واضح يا جماعه، وكلامنا يكون زي ما بقولوا برا في السهله اللي قاعد يحصل ده الآن من الأحزاب السياسية، هو عبارة عن صراع بتاع تيارات بشكل كبير. ما معروف بكرة الخميس ممكن في حراك بالمناسبة بكرة، وانتوا شفتوا قبل شوية القيادة العامة تم إغلاق الشوارع بتاعتها، إغلاق الشوارع المؤدية للقيادة العامة. بكرة هيكون في مظاهرات يعني من مستقلين وأيضا من الهامش كويس، ايضا عندهم مطالب وعندهم اشياء يجب انه ينظر لها، اللي هو تجمعات الهامش وكذلك ايضا المستقلين وغيرهم.
ويعني هسه كده ممكن يكون دي فرصة ذاته بكرة أو بعدها أو أي وقت ممكن عادي الإسلاميين ذاتهم يشاركوا في الشغل ده. طيب أنا الحاجة الدايرة أقولها يا جماعة، المواطن الآن متضرر ضرر كبير جدا. القصد بأنك تجيب مرتين في الوقت اللي أنت ثورت الأجواء حولهم ووترت الأجواء حولهم في الفيس، يعني في مرتين وللشمالية ولنهر النيل كويس، كان آمنة كان دكتورة آمال ديل بيقولوا لا. طيب أصلا أنت قومت يعني حملة ضده من البداية وقلت يا أخي الناس المرتين ديل دي هم ديل وشوفوهم وكده، طيب وديتهم ليه؟ هل القصد من الكلام ده دار تخلق فتنة في الولايتين ديل؟ ما قادر أفهم. فهمت؟ هل أنت وأنتوا هل قائمة الأولى اللي كتبتوها دي هل الشعب السوداني عنده فيها كلمة؟ هل الشعب السوداني قال لكم جيبوا الوالي الفلاني؟ هل في شعب يفوضك يا حمدوك عشان تمشي تجيب ليه ولا؟ هل في شعب يفوضك ولا في ولاية فوضتك؟ ما في. ديل المحزبين في الولايات، ديل الأحزاب في الولايات، مش المستقلين اللي هم السواد الأعظم في كل ولاية وفي كل محلية وكده. ركزوا معي، أنا أعتقد إنه حمدوك وقع في الفخ تماما الآن بشكل واضح. الان توقعت او غايه رؤيتي انه حمدوك ده رمى نفسه، فتح على نفسه ابواب ما كان يعني يفتح ابواب. وبالمناسبه الاولاد نحن نتمنى التوفيق في النهايه، ما دارين خراب ما دارين حاجه، لكن اسمع كلامنا، الاولاد ما حيسدوا المكانه بتاعت المنصب بتاع الوالي، الخانه اللي هناك دي ما حيسدوها، لانه انت كان شلت زول معناه تجيب زول احسن منه. الزول الاحسن منه ده الان منه؟ المحزب؟ لا، المحزب والعسكري اللي بيطمع في السلطة والكيزان عندنا واحد واحد ما يتلولو في الكلام ساكت، في طمع واضح الآن في السلطة. بكرة هل حتقدر تحسم التفلتات الأمنية والصراعات الغبلية شغالة؟ وإذا كان في ناس من الحرية بيقطع، في ناس قالوا بيقطع. طيب يا اخوانا الناس بتقول اللايف بيقطع، يمكن نبهوني هنا الناس يمكن بيقولوا اللايف بيقطع معناها قطع عندهم. طبعا اللايف لما يقطع يا جماعه معناها الهجوم على اللايف كبير جدا، اللايف لما يقطع معناها الهجوم عليه كبير جدا، فبالله يا اخواننا وقفوا مساله الهجوم ده بالمشاركات والملصقات، يا ريت بالمشاركات والملصقات بسرعه الان في الثواني دي نشارك اللايف في جروباتنا كلها في صفحاتنا. في ناس أغلبية الناس اللي بيشاهدوا اللايف علامة المشاركة عندهم ما ظاهرة كويس، على في ناس علامة التعليق مرات ما بتظهر، الصفحة لما تتكربن شديد بالتعطيلات. فالصوت يا جماعة الناس تكتر معانا اللايكات تكتر مشاركات، اللايك في القلب وفي الواو وفي الأدعمه، دي اللايكات اللي بيساعدوا اللايف على إنه ما يتقطع كويس. فهي دي وثيقة يعني هي بتخدم يعني الأجندة بتاعة الأحزاب السياسية، ما بتخدم أي مطلب شعبي ولا بتخدم أي يعني خدمة ممكن نقدر نقول عليها للمواطن البسيط، وهتشوفوا الكلام ده بعينكم خلاص. وبالمناسبة حتى حزب الأمة الفاز بالسبعة دين في آراء بتقول إنه قد تنبثق تيارات ترفض هؤلاء الولاء لاعتبارات كثيرة عندهم وتقديرات من شبابهم وغيره. على أي حال الأيام والساعات إن شاء الله هي كفيلة بأنها تكشف كل حاجة كويس وتوضح كل ما هو كان غائب كويس. الكلام ده لعب على الشعب السوداني، الكلام ده فيه تلاعب، فيه عدم احترام للعقل الشعبي. دارين نرجع لنقطة عبد الرحيم، الفريق عبد الرحيم دقلو غاية ثاني قوات الدعم السريع اللي هو شقيق حميدتي ومشيتهم الليلة الفاشر، وكلنا شفنا اللايفات أو شفنا في زول كان ناقل اللايف بشكل يعني دقيق ما أعرف ضمنه والله، لكن عموما ساعد في إنه الناس تعرف طريقة الخطاب. يمكن تحدث هو وتحدث نصر الدين عبد لا نصر الدين مفرح وزير الإرشاد والأوقاف، وتحدث الوالي، تحدثت اللجنة الأمنية وغيرها، وفي إدارات أهلية موجودة وكده، اللي هو عن طبيعة الصراعات اللي حصلت من فتة برنو ويعني حرق سوق كتم وغيره، الأحداث الحاصلة هناك. طيب في حاجات
تتقال بوضوح يا اخوان، ما في حاجات تتقال بصراحة بدون مجاملة، بدون ما نجامل زول او بدون ما نلعب على زول، لكن والله الصوت هنا، الصورة ذاتها هنا متقطعة. انا داير اخش في الموضوع ده طوالي، لكن الصورة هنا متقطعة. فاعملوا معانا شيراتكم يا جماعة، اعملوا معانا شيراتكم. نحن لما بننبه للشير ما حبا في الشير، فهمت؟ انا بننبه في الشير عشان الرسالة توصل واللايف ما يتقطع، عشان اللايف ما يتقطع. فاي زول يعمل معانا شير اللي هي كلمة مشاركة تحت، دوس عليها بتظهر جروباتك مريرة فيها عندك الملصقات. اي زول يكتب معانا تم او متابع او المهم مراقب، المهم اي نصيب الزمان اللايف ما يقطع. بس دي نقطة، لانه الهجوم كبير جدا، الهجوم كبير. يعني انا من جبال يمكن بحاول استجمع الاشارة هنا ما شايف حتى حاجة. الفريق عبد الرحيم ده له زي ما اتكلمنا هو غايه ثاني قوات الدعم السريع، هو الاخ الاكبر الذي يكبر حميتي ب3 سنوات، مواليد 73. المهم ما يهمنا في الامر، ما يهمنا بانه مشى هو كوفد، يعني زي وفدي بتاع صلح او وفدي بتاع تشاور وكده. من خلال المضمون بتاع اللايف والفيديوهات اللي شفناها للاجتماع، هو كان فيه بسط بتاع النفوذ اكتر مما انه يكون عمليه بتاع السلام. انا في رايي انه كان الفريق عبد الرحيم في الليله في الفيديو واللي تحدث فيه ما خاطب اي قضيه اساسيه، ولا بل تنصل من ادواره في بشكل واضح، في انفعال في كلامه، في ردود فعل واضح انه كان منحاز للعنصر العربي تماما. وده شفت ده الكلام اللي قاعد يخلق الفتن، شفتها ويفرتق البلد دي ويحرق السودان. المسؤول اللي بيودوه بدل املى قاشه ولا املى بدلته ويتكلم من اجل الوطن ويتكلم من اجل ايقاف الحروب ويتكلم من اجل ايقاف الفوضى، تلقاه بيمشي هناك بيمشي من حازل لطرف على الاخر. ما ده الكلام كان بيعمله عمر حسن احمد البشكير، فهمت؟ ما ده الكلام كان بيسويه البشير، صح ولا لا؟ ما كان ده الكلام بيسويه الحكومه بتاعت البشير، كويس؟ الناس اللي كانت بتنقل السلاح بالطيارات، لما يمشي عمر البشير الليله الصراع بين فور ومسيريه ولا فور ورزيقات، بيمشي بيقعد مع المكون العربي بيدعم. خلاص، ما نحن قلنا انه الحاصل ده الان فتنه، وبتعود المساله فيها الصراع بتاع موارد تاريخي، وفي صراع غبلي شغال، كويس؟ يبقى نحن علينا ان نعمله، نقدم خطاب متزن واعي، نوعي الناس بقضيه المشكله بالجذور بتاعتها، والمسؤول اللي بيمشي من هنا يبقى على قدر المسؤولية تماما. المسؤول اللي بيمشي هي ذات قصة انه يعني كل ولاية الا يجي وفد من الخرطوم عشان يعالج مشاكلها، ده معناه انه الولاية دي ما يعني معناه نظامنا في السودان المركزي ده يعني يجب نحاسب الزول اللي جاب لنا الفكرة. المشكلة انه السودان مركزي من انشائه كمان، هي دي المشكلة كمان الثانية، كويس؟ فيبقى انا لاحظت الكلام كان فيه ردود افعال واضحة، كان فيه زعل شديد جدا في خطابه مع الناس، وبرضه داير يتكلم برضه يسوق الناس بموضوع نحن الدعامه ديل مظلومين ونحن الدعم السريع مظلومين وكده. وما زال عبد الرحيم دقله والمتناقضات في كلامه ما زال بيقول نحن جايين نحمي الموسم الزراعي، فهمت؟ ما زال بيقول نحن حنحميه. انت كشنو؟ انت ما مهيكل في الحكومه، انت قائد ثاني قوات الدعم السريع، لا عندك علاقه بلجنه اقتصاديه ولا لجنه فنيه ولا لجنه، ما عندك علاقه بالموضوع ده. انت زول قائد ثاني بتاع قوة عسكريه موجوده في الساحه الان. طيب بتقول يا اخي نحن حنحرس الموسم الزراعي، بتحرس برؤيه الحكومه ولا بقرار منك انت؟ ده سؤال. خلاص الحرس ولا هو انك تحرس الزراعة الآن والموسم، هو أهل المناطق دي قالوا لك أنت بالذات أسكت البتة، خلاص قالوا لك كده، ده خطابه. يبقى ما ممكن يكون الزول ما بحس لدرجة إنه ماشي يفرض نفسه على الناس ويمشي يقول لهم والله أنا بشوف يعملوا كده، ولا ما تشوف أي شيء ولا في زول طلب منك أصلا حاجة عشان تشوف، فهمت؟ ده زي لما أنت متوقع إنك تجي وزير دفاع، ما كان في زول من الشارع السوداني قال لك تجي وزير دفاع أساسا يعني. لما سالوك في الكلام ده وشفت الموضوع ده انزعجت منه، قلت لهم خليت ليكم يا اخي، خليت ليكم يا اخي، في انت اصلا هو يقول لك تعال عشان تقول خليت ليكم.
كويس. العقلية الليلة اللي بيخاطب بها عبد الرحيم حمدان دقلو هناك الناس في ولاية شمال دارفور هي عقلية منحازة لمكون محدد، وانت قايل الناس دي يعني ما في وعي ولا ما في ذكاء، ما في زول بيعايل يعني بيفهم الطريقة اللي انت بتتكلم بيها او التوجه اللي انت بتتحدث بيه. خلاص لما الليلة انت ما تشرح المشكلة الحقيقية وانك تصير على فرض للناس انه جسنت 2020 والقبله جسنت 2001 برضه يقعد كويس. يا عبد الرحيم نحن اتكلمنا هنا في لايفات كويس، نحن هنا اتكلمنا في لايفات قبل ايام واسابيع وشهور، اتكلمنا ومن شهر 10 لايفاتنا السنه اللي فاتت انه الحواكير هتعمل عرقله حقيقيه لعمليه السلام، لانه الحواكير ما في خطاب واضح للمشكله بتاعتها، ما في خطاب واضح للأمانة. خلاص في خطاب مموه ومعوم كويس، في خطاب مموه ومعوم. وتكلمنا عن انه الاراضي الزراعية اللي هناك دي نعم حقت افارقة، في عرب اشتروا، في عرب قاعدين من زمان دي حواكيره معاهم، وفي جزء دعموه ناس عبد الرحيم ديل مشى قعد في حواكير غيره، وقريب الكلام ده. طيب الموقف العادل انه اي زول شال ارض ما حقته يرجع الزراعيه مع عداله، ما زي ما بننتقد نحن ادوار عبد الواحد هناك حننتقد ادوارك انت، وبننتقد ادوار اي مكون. نحن ما دايرين نعلي من شان مكون على مكون، ولا دايرين نرفع زول على الاخر، نحن دايرين العداله في النهايه، نحن دايرين العداله. الصوت اللي بيقطع كثير ده عمل لنا مشكله حقيقيه، الصوت اللي بيقطع كثير ده لو بتسمعوني من هنا اعملوا المشاركات يا جماعه. بالمناسبه يعني الهجوم على اللايفات ده بقى موضه، بقى موضه شغاله يمكن بشكل كبير. يا ريت بس كتروا ملصقاتكم، كتر معانا الملصق ملصقين 15، المهم كتر المشاركات واللايكات. السيد عبد الرحيم حمدان انا المفترض تتكلم مع الناس انه المشكله دي هي سبب شنو، والعرب قاعدين يغلطوا على شنو، على الافارقه في شنو، الافارقه بيغلطوا على العرب في شنو. المفترض الكلام ده يكون واضح وصريح، خلاص واضح. لكن ممكن انت مسؤول تمشي تدعم لك مكون على مكون يا اخي؟ هسي بعد زيارتك دي لو حصلت اقل حاجه، لو حصلت اقل حاجه بعد الزياره بتاعتك هسه في شمال دارفور دي، انت حتتحمل المسؤوليه بتاعتها بشكل مباشر، انت حتتحمل المسؤوليه لانه انت مشيت ملت وفرزت، ما مشيت عدلت ولا مشيت اقمت الصح ولا اقمت الجاده، مشيت انحست لمكون. ليه 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 ده سؤال؟ ليه ربنا خطاك في الموقع ده؟ عشان تنصر ولا عشان تنحاز؟ هو ده الكلام اللي في كثير من الناس ما دايرين اننا نقوله ده، كثير من الناس بيحاربونا في الكلام ده، بيشوفوا كاننا احنا بنحاربهم هم ولا كده. خلاص يعني الكلام ده يا اخواننا يجب نتكلمه بشكل واضح جدا، والجرح احسن يتنظف حتى يتقفل. الجرح ده كان يتقفل ساي ممكن بكره يتسبب لك بمرض يقطع يدك، فهمت؟ يبقى المشكله انت تمشي تعالجها بانه والله انتوا كويسين انتوا طيبين وتجي راجع، ولا بتعالجها لما تمشي تقول لهم توضح لهم في كلامك كله انك انت جيت عشان تناصر مكون على مكون. خلاص فنحن بنحتاج لوعي حقيقي. الطرفين هناك اي واحد قاعد يتعدى على الثاني، الطرفين بيحتاجوا لخطاب واضح، ما بيحتاجوا لاي عمليه بتاعت هنا. نرجو الحكومه يعني لما دايره تمشي في وفد او دايره ترسل وفد يجب انه تراجع الحاجات المفترض تتقال هناك. خلاص يكون في ورقه مكتوبه، يكون في نقاط تتكلموا عن الاسلوب المفترض يتقال هناك. خلاص في اي قضيه بتاعت مشكله ولا مشروع ولا اي نصيب الزمان خير ولا شر، خلاص يجب يكون في اتفاق واضح. ما في وزير يمشي يوقع اتفاقيه باسمه، ما في ده عشان نائب غايه قوات الدعم السريع يمشي يوقع اتفاقيات ولا يمشي يحضر اجتماعات اللجنه الاقتصاديه، ما بحق له اصلا يحضرها لانه ما مهيكل فيها اساسا. خلاص ما بحق له يسافر في زيارات رسميه مع حميدتي لانه ده اخوه مسافر مع دي، ما زيارات رسميه لما يكون حميدتي ماشي يسافر برا استجمام خليه يمشي معه، ما في زول بيقدر يتكلم في القضيه دي. لكن لما تبقى الحكايه صراع الاخوه عشان يتغلبوا على الشعب كامل كمان، ده برضه كلام ما مقبول يعني، ما في زول طبيعي بيقبل لك الكلام ده. الكلام ده كل الشارع الان بيرفضه تماما، والكلام ده كثير من الناس بيساندونا فيه لانه بيشوفوا فيه كلمه حق كويس. فيبقى يعني الفريق عبد الرحيم انت الدعم السريع الان بتحكمه باسره بخشم بيت وباسره من خشم بيت كويس،
وداير تحول السودان لصداقات بينك وبين حميدتي كويس، كما يظهر صورك دائما في حتات ما عندك بها علاقه يعني كويس. انت عارف مره حضرتك مع اللجنه الصحيه ولما قلت قررنا، انا ما عارف ادخلك هناك يعني ما قادر افهم يا جماعه، ما هو هل الزول ده مهيكل في الحياه دي ولا ما مهيكل؟ انا هسه ما بمشي بتكلم بقول قررنا نحن اللجنه الصحيه فهمت، او لجنه الطوارئ حشرني هناك شنو فهمت، لا نصد الثور ولا كويس الى ابراهيم جابر ديك بناس هناك قاعدين يوم اللي بيتكلموا يعني كويس. فانت لما تيجي انا ما قادر افهم النقطه دي، يا ريت انها تصل بشكل واضح، برضو الناس بيقولوا الصوت ولا شنو، يا ريت انها تصل بشكل واضح، يا ريت انه كلامنا ده يتفهم زي ما هو. نحن ما عندنا مشكله شخصيه لا مع عبد الرحيم ولا محمد حمدان، ولا عندنا مشكله شخصيه مع حمدوك، ولا عندنا مشكله شخصيه مع صديق يوسف، ولا عندنا مشكله شخصيه مع عبد الواحد، ولا ولا ولا. نحن بنقول الحقائق اللي شايفينها كويس، الحقائق اللي شايفينها كويس. الناس تكتر معانا يا جماعه، ملصقات لايكات، يا ريت اي زول لايك شير ملصقات بسرعه. اللايف تاني قاعد يتقطع الان، تاني اللايف بيتقطع رجاء، ما عارف اللي عنده مصلحه هسه في كلامنا ده يتقطع دمه ده. ما عارف ايش يعني نوصل رساله، هل من مصلحته يهاجم اللايف ويقطع اللايف دمه هسه؟ في امتى اي زول يسال نفس السؤال ده؟ شوف اللايف بيقطع فياته كلمات وفياته حاجات بالضبط كويس. لاحظ في ملفات من تهبيشة بيبدو يهاجموا لك اللايف، بيبدو يقطعوا لك اللايف، بيبدو يحظروا لك في الصفحة كده، لكن برضو المفترض الحقائق تتقال ما في تراجع. فنحن من هنا رسالتنا السيد عبد الرحيم حمدان موسى دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، من هنا الرسالة واضحة، يا ريت تقدم اعتذار لأنه أنت الخطأ اللي ارتكبته كبير الليلة كويس. الخطا اللي انت سايق معاك نصر الدين مفرح، حاجه نصر الدين مفرح قاعد يقول في شنو؟ نديكم 100,000 جنيه، 100,000 جنيه ان شاء الله عشان تعملوا بيها كده، نديكم 100,000، في زول شحت القروش؟ ده شنو ده؟ انت الوزير ده جنه ولا شنو؟ في زول شحت القروش هسه؟ انت مشيت تحل مشكله بتاعت ناس، انت مشيت تحل مشكله بتاعت ناس، انت ما في ناس الليله من دارفور من شمال دارفور قال لك ادينا قريش واحد. شنو يعني ده اشتراء زمام ولا ده شنو يعني؟ شنو بنديكم والله 100,000 جنيه كده، والله بنديكم 100,000 جنيه، ده الموضوع اللي انت جيت من اجله؟ انت ما تكلمت الشعوب والقبائل وجبت الايات الكريمات وجبت محكم التنزيل، بعد شويه دخلت في 100,000، للان الناس العلماء مجتمعين لليله ما يعرفوا ال 100,000 دي شنو، دي علاقتها شنو بالموضوع؟ ما في مخاطبة لا من نصر الدين ولا من عبد الرحيم، ما في مخاطبة لجذور الأزمة، ما في مخاطبة عشان أنت تعالج الحاجة. يا جماعة ركزوا معي، المسكن أنت بتستخدمه أي نوع من أنواع المسكنات من أجل أنك مثلا تصبر شوية بعدين تمشي الدكتور إذا العرض كتير أو كده. يعني المسكن ده ما دواء بيعالج لك المرض ذاته، مشكلة لو بيجيك صداع، الصداع ده يتكتر عليك هو عبارة عن رسول عشان ينبهك في جسمك، أو تنبيه ده ينبهك إنه في حاجة ما أوكي. أنت يا مرهق شديد، يا عندك وجع بطن، يا عندك مشكلة في اليد، يا عندك مشكلة في الأصبع، المهم في نصيبة حاصلة في جسمك ده هو قاعد يقول لك كين كين كين، قاعد ينبهك ليها، مش كده ده الصداع. يعني ما أغلب الأطباء بيقولوا ما في مرض اسمه الصداع، وإنما الصداع عرض لمرض، ما مرض مباشر كده زي الملاريا وزي الهناية وغيره، لا، وانما عرض ساي لمرض. طيب انت لما تمشي الدكتور بتمشي تتعالج عديل، تاخذ حقنه، تاخذ شنو، تمشي لما تجي للفحص البتاع في الابهام هنا ديك، دي مساله بالمناسبه يعني ازعجت مئات الالاف من الشعب السوداني بالمناسبه، وما زالت الحكايه دي مستمره، في ناس لسه ما زالوا بيعانوا منها يعني كويس، اللي هي طريقه الفحص كده افضل منها بقول لك الحقن الكبيره. المهم على اي حال، طيب انت بتمشي الدكتور، الدكتور بيقول لك والله عندك ملاريا، هات مكتب لك كذا وكذا، بيديك الادويه الرشده، تمشي تصرفها من الصيدليه عشان تقتل المرض الحقيقي، مش تقتل الرسول اللي هو الصداع كويس. طيب لما تمشي الدكتور وتاخذ الإناء ان شاء الله كده، انت بتكون ضربت جذور المشكله، انت بتكون ضربت جذور المرض، وبتتمها تماما لما تتبع الوصفات الطبيه تاني اللي قدام في طريقه الماكل الغير والحركه شنو خلاص. طيب الان المشاكل اللي بتحصل في الجنينه، واللي بتحصل في شمال دارفور، واللي بتحصل في جنوب دارفور، وغرب دارفور، ووسط دارفور، كل المشاكل دي عباره عن عرض لمرض. ما المشاكل دي ما هي المرض، المرض الحقيقي العنصريه،
المرض الحقيقي عدم تقبل الاخر. الاثنين انت كبير عبد الرحيم مرات بتقول لهم يتقبلوا الاخر وكلامك ما بشجع على انه يتقبلوا الاخر، كلامك بل بالعكس يعني بيقوم النفس على مكون اخر يعني ليه؟ فهمت؟ فالاحداث اللي بتحصل دي عرض ورسالة للمرض الحقيقي اللي هو التفرغة، عدم القبول بالآخر الغير. يبقى مخاطبة الخطاب ده يجب تخاطب العرب والأفارقة الاثنين، انتم مشكلتكم شنو؟ ده ما داير ده ما يعني اجزاء منكم ما دايرين ده واجزاء منكم ما دايرين ده. في خطاب حاد عنصري يعني ماشي في جهتين افريقي عربي، اي واحد داير ينتهي من الاخر في كلامه يعني بعضهم كده. طيب الكلام ده اسبابه ومسبباته زي مشكله الحواكير، اي زول معتدي على الارض غيره كويس وبالقانون هي ما حقته كويس، خليها تنزع منه وخليه يشوف له ارض ثانيه ولا يفتش ارض ثانيه، المهم رجعوا للحق اصحاب او الحق هي الحقوق دي رجعوها لاصحاب. ما في حاجة يسيما، العرب ما غلطانين، العرب عندهم أخطاء وتجاوزات كثيرة جدا في دارفور كويس، وإلغاء للآخر بشكل كبير أيضا، زي ما الأفارقة جزء منهم أيضا عندهم نفس الحاجة دي، وخطاب برضه عنصري جهوي ضد العروبة تمام كمان برضه ديل عندهم الخطأ ده. يبقى المطلوب شنو؟ المطلوب الزول اللي بتلقاه في حواكيره في مزارعه ده قاعد بالملكية بالتقادم بغيره موجود عنده الإثبات ده ما بتقدر تقول له حاجة. لكن الزول اللي امبارح جهز قبل شوية ده وجشل أرض زول ما حقته بقوة السلاح ولا لأنه ظهره عنده فلان الفلاني ولا كده، ده يجب تنزع منه وترجع الحقوق لأصحابه. يمكن يا أخواننا لاحظوا اللايف الآن كده واقف البتة، اللايف الآن واقف البتة كده يا دوب جات الصورة. كتروا المشاركات يا جماعة، كتروا المشاركات كتروا المشاركات، اللايف بيجي بيقطع بيجي بيقطع، كتروا شير. اللايف ده الآن قاعد يهاجم يا إخواننا، اللايف بيهاجم، أي زول اعمل معانا شير بسرعة يا ريت، أي زول اعمل معانا شير. المشاركة أسفل الفيديو على يدك اليمين غالبا أو اليسار بعض التلفونات، اعمل معانا اضغط عليها يا ريت، اضغط على بقية جروباتك كتروا المشاركات. زي ما قلت لك الكلام من يلمس حتات معينه بيهاجموا لك اللايف. كتروا معانا الملصقات، كتروا الملصقات، كتروا اللايكات، اي زول لايك شير بسرعه يا شباب. الهجوم المتواصل ده ما تقدر تفهم الاسباب بتاعته، ما الرساله ما تمرق ما تمش ما تصل على اي حال. فده الكلام الان الحاصل، فرجاء يعني يجب يكون الخطاب لجذور المشكله، يجب الخطاب يضرب يعني الفكرة اللي بتقوم من أجلها الصراعات دي، فكرة ده أفريقي أو ده أو يعني بير العربي ما عنده حق في أرضه، المفترض تنتهي الفكرة دي بالعدالة. فكرة العربي اللي بيشوف نفسه هو المفترض يحكم ويسوي برضه كذا ويعتدي على الآخر، أيضا دي فكرة هو منطلق منها، لازم تنسف له الفكرة دي بالعدالة بفكرة عادلة خلاص، وخليه يستنتج لغاية ما يطلع معاك بالفكرة اللي بتجيبه ذاته بعد ذلك كويس، بالوعي مش بالصراع مش بالسواعد مش بال يعني الدواس لا، وإنما بالعقل وإنما بالوعي وإنما بالسلام. لما تصنع الحاجات دي وتزرعها انت بتكون يعني قطعت شوط كبير جدا في معالجة كثير من الإشكاليات. لكن شوفوا لو تاني لو تاني الحكومة دي مشت 73 وفدي في يومين كويس، 73 وكونت 10,045 لجنة، ركزوا معي، وانبثقت عنها 8,000 لجنة كويس. الخطاب ما خاطب جذور الأزمة وما اتفقوا على أشياء واضحة وبدوا في تنفيذ مطالب بتخدم المواطن اللي هناك واشتغلوا على الموضوع ده، ما حينفع أبدا كويس. ولو جاء ترامب نزل في السودان ده ومشى وقال قبل كده ما جاب جاء كوفي أنان أو كوفي عنان، ما جاء هنا قبل اليوم كويس، جاء وغيره من الناس جو، غيره من المسؤولين في الأمم المتحدة في المنظمات جو السودان كويس، ووصلوا مناطق الحروب وصلوا مناطق النزاع، لكن ما قدروا يلقوا لهم حل صراحة، ما قدروا يلقوا حل. ليه ما قدروا يلقوا حل؟ لأنه الحكومة ما عاملة ذاتها على إنها تحل المشكلة، ما شغالة في كده. الحكومة شغالة الأحزاب يا هاتي صار عليك الآن في الولاء الجابهم ما فيهم ولا واحد بيمثلك أنت كمواطن، اللي ما فيهم واحد حيحل لك أزماتك اللي قدامك،
اللي ما فيه ولا واحد بيمثل الجرحى ولا بيمثل الشهداء ولا بيمثل أسر الشهداء ولا يعني كل الجرحى دي ما فيهم زول كده زي ما بنقول زول مؤهل. كل الجرحى في الثورة دي، كل الشهداء في الثورة دي، في انت زول ممثل ليهم من أسرهم، أسر الشهداء ما في نهائي زول مؤهل يا كافي البلاء، كله ما في، متأكدين؟ في انت. فأنا شايف انه حتى تعيين الوالدين او الواليين للولاية الشمالية وولاية نهر النيل، انا شايف في فتنة مقصودة بالكلام ده، وخاصة انه زي ما قلت لكم اثار الجو اولا كويس، اثار الجو قوموا الزوابع وقالوا لك الناس ديل كعبين والناس ديل والناس ديل، وخلوهم اسا بقت تطلع الان جوطة من كثير من اهلنا في نهر النيل، اهلنا في الشمالية بدأت تقوم جوطة الان في موضوع ما داير انهم ولا في زول قال لهم تعال، وفي كلام ما عارف صحته من لا، لكن مسرب على لسان ناظر قبيلة الجعليين في نهر النيل رفضه للوالي الجديد كويس. الكلام ده أنا ما بقدر أكده، لكن شايف الكلام ده متداول في الوسائط ونقلوه ناس كتار يعني من الناس المعروفين كويس بالمصداقية. أيضا النقطة دي لازم الناس تتناقش فيها برضو باستفاضة. بالله يا جماعة للمرة الأخيرة لايك شير، للمرة الأخيرة أي زول معانا وأي زولة معانا لايك لواء أسفل الفيديو تحت يمينك أو شمالك، أضغط على اللايك، أضغط على الشير واللايك، في اللايك قلب واللايك واو واللايك أدعمه، ثبت معانا اللايف ده هنا في الصفحة اللي هي المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة كويس، دي الصفحة الموجودة. فعموما الصراع ده ما بين هذا وذاك، أنا ما عارف هل الليلة لما تم تعيين الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو رئيسا لمجلس إدارة جامعة الضعين اليا شرقي دارفور، عارف علاقة شنو؟ هل ما عارف عندها يعني علاقة بمحمد عيسى إليه؟ والموضوع ده يعني اللي هو جاب إرادة من الدعم السريع إنه يجي الولاية دي كويس، أنا ما عارف. لكن هل الكلام ده عنده علاقة بإنه زي الحمدوك بديك إحساس إنه متقوي بالعساكر الآن؟ متقوي بالدعم السريع، متقوي ببرهان هناك الجيش، ما اعرف يا يعني في حاجات كده بين السطور احسن المحا، في حاجات بين السطور ركز معي. الكلام الظاهر اللي بيقولوا لك في الفيس في المنشورات في صفحات ناشطين في شنو، ما ده بلامس ممكن جزء من الحقيقه، في حاجات كثيره اي زول يفكر نفكر فيها كويس. هل الكلام ده عنده علاقه بالولاد الليلة؟ وكأنه حمدوك لما انطلع اعلنوا وهو شايف انه في تيار قوي من الشيوعيين الان شغال يحرض في 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 في, في الناشطين، يحرض في اللجان انه تمرق الشارع تتظاهر، هل حمدوك كده زي كأنه بيقول لهم انا بقوتي اهو ده كويس زي اللي بيرد على الكلام ده؟ انا ما اعرف، لان انا حسب معلومتي هم الشيوعيين ما حيكونوا جزء من المستقبل السياسي الثابت القادم، ما نحن الان في وضع انتقالي، لانه السياسات بتاعتهم ورفض المجتمع الدولي لهم ورفض المجتمع السوداني لهم دي حاجات يعني مساعده بشكل كبير. نكثر المشاركات نكثر المشاركات نكثر الملصقات. التعيين بتاع عبد الرحيم حمدان رئيس مجلس اداره يبقى رئيس مجلس اداره جامعه، ما اعرف السبب شنو في الكلام ده، ما اعرف كويس، وما لاقي له سبب. وللآن يعني من أعلنوا الخبر ده في 73 عالم من ضمنهم في ناسا ومن ضمنهم في الموارد البشرية وفي علم النفس وفي السياسة وفي القانون، ما زالوا هسه مجتمعين عاكفين في اجتماع دايرين يطلعوا يعني ورقة علمية يعني تشرح للمجتمع السوداني السبب اللي بقوا فيه عبد الرحيم الرئيس لمجلس الإدارة بتاع جامعة الضعين. طيب هو بقول عن نفسه وبقول الحواليه انه هو خريج جامعة النيلين كلية التجارة كويس، بيقولوا عنه انه عبد الرحيم حمدان دقلو هو خريج جامعة النيلين كلية التجارة. طيب المطلوب شنو؟ المطلوب منو اللي كانوا معاك في الدفعة؟ ده برضو سؤال، منو اللي كان معاك في الدفعة؟ خلاص الكلام ده سنة كم؟ طيب للناس اللي بيدافعوا مثلا بيقول لك اي خريج، طيب في سؤال سنة كم؟ دفعة سنة كم مثلا كانت في جامعة النيلين؟ طيب
لما تجيب زور رئيس مجلس إدارة، أنا كان بيتكلم معي أحد الأصدقاء الناشطين، يعني رجل واعي جدا، فكان يتكلم معي، قال لي: أنت عارف يا أحمد الضي، قال لي يعني الليلة، قال لي أنا عندي ماستر كويس وما يحق لي أبقى مدرس في الجامعة كويس، عوضا عن إنه أجي رئيس مجلس الإدارة، إلا أعمل الدكتوراه عشان أجي مدرس. فالكلام ده بيفرض نفسه، يعني الكلام ده بيفرض نفسه. انت لما تجيب رئيس مجلس اداره، لما نقول الجامعه، لما نقول الدور التعليميه، المؤسسات اللي هي بتقوم على بناء وتكوين المجتمع، انت هنا بتكون شغال على انه هل فيها مؤهل ولا ما مؤهل؟ كويس؟ هل فيها ده مؤهل ولا ما مؤهل؟ انت بتقوم بتشتغل على النقطه دي، بتسأل كويس. رئيس مجلس إدارة الضيعين، الكلام ده وراءه شغل سياسي، الزول ده ما جه كده براو. لو جه كده ممكن في ناس كتار يرفضوا القرار ده، لكن في اتفاق مع جهات سياسية أمنت له الوصول لغاية النقطة دي. وطبعا ده كلام يعني فيه رسالة واضحة، لأنه العساكر الآن ما بيعملوا حاجة إلا بعد يلقوا الضوء الأخضر من حمدوك ومن شلة المزرعة ومن غير المزرعة. فهمت؟ يعني الليلة ناس الشيخ خضر وهم بيتحملوا الليلة الجاية بتاعت الزول ده بشكل كبير، وبيتحملوا كثير من الأخطاء اللي قاعد تحصل دي ناس الشيخ خضر، ومعاه مجموعة المعروفة بشلة أولاد المزرعة، مجموعة بتاعت ناس بيقعدوا 5 6 نفر بيقرروا لك القرارات، بيجيبوا الولاة اللي هم عايزينهم، بيجيبوا الوزراء اللي هم عايزينهم، بيفرضوا الأسعار اللي هم عايزينها، وأنت كمواطن تقعد تعاين بس في التلفزيون وبس تعيلهم، لكن لا عندك قرار، لا عندك كلمة تكون معاهم، ولا عندك رأي، ولا عندك حق انك تقول الوزير ده فاشل، والا يتهموك يقول لك كوز. انت يبقى الان انت هتتحمل لمتين يقولوا لك كوز؟ ترفض من حقك، ترفض تسقط الغايمه دي الليله قبل بكره، اذا انت كمواطن عايز النقطه دي، اذا عايزه تقعد ما في زول بيقدر يشيلها، اذا عايزه تقعد ما في زول بيقدر يشيلها. ف ف ف فدي دي دي, دي نقطه. الكلام ده يا جماعه انا قلته الان وناقشت المحورين دول، الوزراء ومشية الليلة بتاع شمال دارفور بتاعت عبد الرحيم حمدان كده. أي زول يقعد مع نفسه ويسأل الأسئلة اللي سألناها في اللايف ده، ونحن بما إنه بنعاني من هجوم مكثف على الصفحة، بنتعرض لبلاغات تقيلة في الصفحة، ودارين اكسروا الإرادة بتاعت البقاء دي، لازم تساعدونا فيها. الناس تكتر معانا، المشاركات تكتر معانا، الآن الملصقات، لو أي زول وأي زولة كتب معانا تم بس في تعليق واحد، أو كتب معانا أو كتبت معانا تم بس في تعليق، كفاية بتكون ساعدتنا. لو أي زول عمل لايك أو عمل شير كفاية بتكون وصلت معانا الرسائل، بتكون وضحت معانا اللايف ووصلته لأي مكان. هذا على خلفية إنه اللايف ده عدد كبير من الناس اللي بيشاهدوه، والناس اللي بيشاركوه، والناس اللي بيعلقوا وكده، في الغالب بيظهر لهم في البدايه بدون مشاركه، ومرات لين وصل اللايف، ومرات لين نهايه اللايف ما بيظهر لك علامه المشاركه او علامه التعليق احيانا. كويس؟ عشان كده الان نحن بنشتغل في ظروف صعبه زي دي، فيها الهجوم كتير، فالناس تردم اللايف الان، لايكات شيرات، وحرروا القبضه الموجوده. احمد الضي بشاره يحييكم، انتهى البث المباشر، ان شاء الله نجاوب على سؤالين ثلاثه فقط بسرعه، ونتحرك على طول نختم اللايف. طيب، لانه في ناس بتكون عندها اسئله عاجله يا جماعه، كويس؟ في ناس بيكون عندها اسئله عاجله. انا والله توقعت انه السيد رئيس الوزراء يعني الليله اول المواضيع اللي اتكلم فيها انه نحن عملنا كذا كذا في موضوع السلام، وحنعمل كذا، ويتكلم عن موضوع العالقين والظلم اللي لاقاهم والمعاناه اللي لاقوها. انا اتوقعت انه يكون الكلام ده كان يحصل بشكل مباشر، لكن للاسف لا في عسكري لا في مدني ما اتكلم عن الكلام ده، وده كلام خطير جدا، كويس؟ وبيوري انه زي المواطن بدون قيمه، وده الكلام مقبول. قال لي: إلى متى هذا الوضع؟ والله يا كابتن داير الزمن، داير زمن. شكرا شاويش ونصر الدين ومحمد منصور وإيهاب محمد أحمد، ديل الناس اللي قاعد بيعلقوا تحت، اللي بيعلقوا بتم ديل يا هم تحت. نحن دايرين نشوف الأسئلة على عجالة، دايرين نشوف الأسئلة، لكن يمكن يا دوب الصوت بيصلكم، اللايف ذاته قاعد يهاجم. بيسلمني والي نيالة، اللي هو طبعا أغلبه ملامة معروفين، هو دكتور حامد البشير ابراهيم، جنوب كردفان. عفوا، انت قلت جنوب دارفور، اجل الله عجزنا يا اخي. كويس، جنوب دارفور، اللي هي نيالة، مهدي، موسى مهدي اسحاق، موسى مهدي اسحاق ده الوالي الان،
طيب موسى مهدي اسحاق ده الوالي بتاعك، هو حزب امه او والي ولايه نياله. جايه ان شاء الله يا محمد هارون، جايه كويس، جايه ان شاء الله باذن الله. طيب حزب الامه زي ما قلنا انه نال سبعه اولى بما فيها كسله، بما فيها كسله، نال الولايات قدام يراكز. ورينا الحقيقه. العفو يا استاذ وليد عبد العزيز، شكرا لك. طيب قال اخبار الجنينه شنو؟ والله لسه المساعي شغاله، ونزع السلاح المفترض يبتدي بكره بشكل واضح. طيب بيقول من هو والي شمال دارفور؟ هو محمد الحسن عربي من حزب المؤتمر السوداني، من حزب المؤتمر السوداني، ومن المحامين، من التحالف بتاع المحامين داخل تجمع المهنيين. يعني شغل حزبي كله يعني، كويس، شغل حزبي. بيقول لي موسى دمنه حزبي امه يا كابتن، كويس. طيب اي والله. بيقول لي قاسم بيقول لي حال البلد كلها اسئله، ما فاهمين اي حاجه والله. والله فعلا كويس، والله فعلا ده كلام. العنده سؤال نحن بنقرا هنا، قال السيره الذاتيه وين نلقاها؟ لسه ما وفروها لغايه ما يضيفوا تعديلات وكلام كثير. يودي المحور السعودي والامارات السعوديه القطري يا استاذ عبد الرحيم حيشتغل كده كويس. قال لي اغلاق القياده سببه شنو؟ والله شغالين على انه بكره متوقعين مظاهرات خاصه بعد دعوات كثيره مستقله، ودعوات ايضا من تجمعات الهامش دعت يوم بكره، لانه في يكون مظاهر وفي مطالب لابد انه يستجاب بالنسبه لها فيها. الناس اللي بتسال يا جماعه من والي الجنينه اللي هو محمد عبد الله الدومه اللي هو غربي دارفور، محمد عبد الله الدومه هو حزب امه كويس، حزب الامه القومي اليوم جناح الصادق المهدي كويس. عندك مجموعه زي محمد عيسى عليو الشرقي دارفور الضعين، طيب والله كثيره. طيب والي جنينه ذكرناه، والي شرقي دارفور ذكرناه، المعيار حق الاختيار بس يا حسين حقيقي ما كان في شفافيه اصلا لاختيار الولاة كويس، ما كان في معايير معينه غير المعايير الحزبيه. يعني حتى الوالي لو ما مقبول، حتى لو ما مقبول، لو مكروه، لو انه الوالي ده بيسوي حاجات كثيره غلط، برضه عشان الحزب ده يجيبه ان شاء الله شفتك يضغط على المواطن لما عينه تطلع، ما مشكله عندهم. المشكله انك ما تمشي براي الحزب، دي المشكله عندهم. يا اخي البعثيين عندهم كلمه بيقولوها، بيقولوا لك نفذ ثم ناقش. لا سيدي ما جهاز الامن عادي، لا سيدي ما الحكومه ديل العساكر، نفذ ثم ناقش. دي الناس حزب البعث يعني يقول له اطلع نبذ السلام، يطلع ينبذ السلام، اطلع اشكر كده، نفذ اولا ثم ناقش. طيب ده هسه جبتوا لنا والي بعثي في ولايه النيل الازرق عبد الرحمن محمد نور الدايم، هذا هسه كان حزبه قال له يا اخي امر الشرطه تدق المتظاهرين في الشارع، نفذ ثم ناقش، حيسوي شنو يعني؟ حينحاز لكلام حزبه ولا كتر خير. اذا حاول يعاكس حزبه حيحرقه في الفيس، حيحرقه في الواتساب، حيعمل عليه حملات ثقيله في انت كده. دي الاحزاب ماشيه بالشكل ده. عشان كده بقول لك انه حمدوك اجابته ما شفافه لما قال ما في ديمقراطيه بتقوم على رجليها بدون الاحزاب. وين الديمقراطيه يا دكتور عبد الله حمدوك؟ يا اخي ما الوثيقه ما قالت الاحزاب يحكم، انت صدق ما تيجي تف على الوثيقه. الاحزاب دي دور بعد شنو؟ بعد الحكم الانتقالي. بالطريقه دي بترموا الشغله دي في نص الطريق وقريب كويس يا ناس حمدوك، بترموا الشغله دي. انتوا الان اللي قاعدين تدوا فرصه للعساكر يتمددوا، خلاص انتوا الان اللي بتحاربوا في النشطاء تشيطنوهم تكوزنوهم، الان انتوا شغالين في انه تمددوا للعساكر، شغالين بتجيبوا في كثير من الكيزان. في بعض الولاة اخواننا فيهم راي واضح من هناي بيقولوا هم محزبين سياسي انهم كيزان عديل. دي ان شاء الله نقطه بنجي لها في اللايف بتاع بكره، واللايف بيقطع الان، واللايف بيقطع. املوا اللايف لايكات، املوا اللايف شيرات، اللايف الان بيقطع. الهجوم عالي جدا الان، الهجوم عالي على اللايف. يا ريت الناس تكثر ملصقات، تكثر اللايكات. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله بكره نلتقي او وقت اخر ان شاء الله، وربنا يدي العافيه ويطول الاعمار.